السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور والسرور مشاهدينا على قناة الفجيرة مطلع الشمس وعلى قناتكم قناة الفجيرة مطلع الشمس، وحياكم الله في برنامجكم 7 على 7 المتنوع والمتميز، ناخذكم بأخبار متنوعة وفعاليات متنوعة من الفجيرة للإمارات كلها. طبعا قبل لا نبدأ البرنامج حاب أقول لمروة قبل مساء الخير، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا عبد العزيز، ويسعد مساك يا رب، ويسعد مساكم مشاهدينا وما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. إن شاء الله بنبقى وياكم ساعة وتقريبا كم؟ ساعة وعشر اليوم. ساعة وعشر دقائق إن شاء الله، وفي معانا وايد مواضيع متنوعة إن شاء الله تعجبكم يا رب. مروة، شو سويت يا شو أنا؟ لا الحين أنت بما إن اليوم نحن اتفقنا اتفاق تحت الهواء لا تخل فيه، اتفاق اني انا اقول كم عمرك؟ لا لا، كل عام وانت بخير، واتمنى انها تكون سنه سعيده. شنو امنياتك على السنه هذه يا مروه؟ امنياتي اني ما اكبر. بالعكس، الانسان لا الله يعطيك طولة العمر والصحه والعافيه. ليش ما تكبرين يا مروه؟ كل البنات عندهم هذا الخوف شوي انهم يعني خلاص. تفضلي يا مروه، شو عندنا اليوم؟ شو نبدا في مواضيعنا لحلقتنا اليوم يا عبد العزيز؟ وانت بالف خير يا عبد العزيز. اطلق مركز الامارات للمعرفه الحكوميه التابع لكليه محمد بن راشد للاداره الحكوميه مبادره بوابه المعرفه الحكوميه الالكترونيه كمنصه للمخرجات المعرفيه لمختلف الجهات الاتحاديه والحكوميه المحليه داخل الدوله، وتوفر هذه البوابه مصدر موحد ومفتوح ومستدام للمهتمين بالعمل الحكومي من الطلاب والموظفين وأيضا الباحثين وصناع القرار، بهدف الاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي في كافة القطاعات الحكومية داخل الدولة. طبعا ويعمل على تطوير البوابة الإلكترونية الذكية فريق مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، وتحتوي المنصة على الأنظمة والأدلة الإرشادية وتقارير معرفية وتوثيق لأفضل الممارسات في العمل الحكومي صادرة من جهات اتحادية وحكومية محلية في دولة الإمارات في العديد من المجالات مثل الحوكمة والتنظيم الإداري والاستراتيجية والأداء المؤسسي وحتى إدارة الموارد البشرية وإدارة المعرفة وإدارة الابتكار. فعلا يا عبد العزيز، وأيضا قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، انطلاقا من دورنا الأكاديمي الرائد لترسيخ نهج جديد في تطوير الأداء الحكومي في الدولة والمنطقة العربية، نعمل دائما على ابتكار أدوات وحلول استثنائية وخلق بيئة مواتية لدعم وتمكين قادة المستقبل. وتمثل مبادرة بوابة المعرفة الحكومية الإلكترونية خطوة جديدة في مسيرتنا نحو فتح آفاق المستقبل وفرصة أمام صناع القرارات والموظفين والأكاديميين الباحثين للاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية في دولة الإمارات. طبعا ومن جهته أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على أهمية مبادرة بوابة المعرفة الحكومية كناتج عمل وثمرة تعاون وتوثيق وفعال بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومختلف الشركاء من مؤسسات حكومية واتحادية، معبرا عن اعتزازه بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في هذا المشروع الحيوي. وأيضا يا عبد العزيز أكد أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قدمت الدعم الكامل للمبادرة من خلال الأنظمة والأدلة الاسترشادية اللي أعدتها الهيئة وأطلقتها على مستوى الحكومة الاتحادية، واللي كان لها الأثر الأكبر في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة عمل الحكومة الاتحادية وتعزيز أيضا الريادة العالمية للدولة في مجال الكفاءة الحكومية. طبعا جهود كبيرة تقوم فيها الدولة، الله يجزاهم كل خير ويعطيهم صحة والعافية. معنا في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنفذ دورة لتعليم لغة الإشارة الإماراتية، وأيضا برنامج مرصد النشاط الصيفي في نادي المليحة الثقافي الرياضي، وعدنا برنامج شفراء الفلك والفضاء. جامعة الفجيرة تخفض رسومها 25% للعام الدراسي المقبل، يعني لازم نكمل دراستنا مروة إن شاء الله. بعد أنت تكمل صح؟ نسوي ماستر خلاص إن شاء الله. طبعا عدنا الحين دورة تعليم لغة الإشارة الإماراتية اللي هي تحت تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
بمشاركة 50 من أفراد المجتمع المحلي. أكيد للمزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف الأستاذة سالمة تميمي، مدرس متخصص رئيسي ومدرب معتمد في لغة الإشارة ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم. هلا ومرحب فيك. يا مرحبا بتحيات الله. هلا فيك. خبرينا عن مبادرة نشر لغة الإشارة الإماراتية أستاذة. بالنسبة لمبادرة نشر لغة الإشارة الإماراتية، طبعا هي مبادرة من ضمن المبادرات الكثيرة اللي تتبناها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. نعم. وتهدف المبادرة إلى تعريف المجتمع المحلي بلغة الإشارة الإماراتية ونشرها من خلال تدريب أفراد المجتمع على هذه اللغة ليسهل عليهم التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع. ولا يقتصر الموضوع فقط على التدريب على لغة الإشارة، بل يتعداها إلى أكثر من ذلك، إلى التعريف بمجتمع الصم وثقافة الأصم والخصائص التي تمتاز بها هذه الفئة بشكل يضمن اندماجهم في المجتمع بشكل كامل. نعم. أستاذة سالمة، لو تحدثينا عن فكرة جمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتية في كتاب معتمد أو في معجم معتمد. نعم، أولا الفكرة بدأت من الحاجة إلى وجود مرجع يوثق لغة الإشارة الإماراتية. نعم. طبعا إحنا لما بدأنا العمل في مؤسسة زايد مع أصحاب الهمم وخصوصا فئة الصم، وجدنا أن لغة الإشارة موجودة ومتداولة، لكن ما كان في هنالك مرجع يجمع هذه اللغة بشكل يسهل الرجوع إليها يعني. فطلعت فكرة معجم لغة الإشارة الإماراتي. نعم. وهو أول معجم من نوعه على مستوى الدولة. نعم. شاركت فيه تقريبا حوالي 8 جهات مختلفة. طيب. والمشروع أيضا عمل فيه حوالي 100 شخص من مختلف إمارات الدولة. طيب. وشارك فيه 60 شخص أصم من فئة أصحاب الهمم أنفسهم. طيب. والحمد لله المشروع أيضا بورك باعتماد من مجلس الوزراء. طيب. أستاذة سلمى، خبرينا عن الخدمات التدريبية المتخصصة في لغة الإشارة في مؤسسات ودوائر الحكومية والخاصة. بالنسبة للتدريب في مؤسسة زايد العليا، نعم. احنا عندنا التدريب اولا ينقسم الى نوعين. عندنا تدريب يكون بشكل عام بحيث انه يعني يدرب الاشخاص على اساسيات لغة الاشارة بشكل عام، يعني تكون دورات عامة يسجل فيها مختلف الناس من مختلف الشرائح. وعندنا ايضا دورات تخصصية تكون بطلب من الجهة نفسها، يعني مثلا ممتاز. القضاء يقول انا محتاج دورة في لغة صحيح. الاشارة ممتاز. فاحنا ندربه على المفردات اللي هو محتاج عنها. نعم. ممتاز جدا. شكرا لك. شكرا لك أستاذة سالمة التميمي، مدرس متخصص ورئيس ومدرب معتمد في لغة الإشارة في مؤسسة زايد لأصحاب الهمم. شكرا لك. حياك. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، والحين بنروح للنشاط الصيفي في نادي المليحة الثقافي الرياضي في النسخة 11، وانطلق في 7 يوليو ويستمر حتى 1 أغسطس المقبل. طبعا الأعمار الصغارية اللي مثلك مروة اللي أعمارهم من 10 إلى 16 سنة تحت شعار عطلتنا غير، واللي هي برعاية مجلس الشارجة الرياضي بحكومة الشارجة. للمزيد من المزيد عن التفاصيل حول موضوعنا معانا ضيفنا الأستاذ أبو بكر بن علي بن صالح، الأستاذ أبو بكر بن علي بن صالح، منسق النشاط الصيفي ومشرف فريق التطوع في نادي مليح الثقافي الرياضي. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا بكم، مشكورين. وأول شيء حبيت أوصلكم تحيات من رئيس مجلس إدارة نادي مليح الثقافي الرياضي وأعضاء مجلس إدارة، وشكركم على هالاستضافة الطيبة. هذا واجبنا، ونحن دوما يعني مكملين لبعض وموجودين معاكم على طول. الله يحفظكم ان شاء الله. مشكورين. بس مروه ينفع تدخل وياكم؟ هي 17 سنه، سنه اكبر بس. والله ودنا، بس كله حق الشباب، هاي حق الذكور، كله حق الشباب. عندك مروه تفضلي تسالينا ولا لا؟ تفضل. زين، لو قال لك شباب وقال لك هاي تفضل. نبدأ على الانشطه الصيفيه اللي راح تقومون فيها. في البدايه احنا شكلنا اللجنه للنشاط الصيفي اثناء الامتحانات، قبل ما يخلصوا الشباب الامتحانات. كان دور اللجنة أن يحطون برنامج كامل للنشاط الصيفي، ويحطون رؤية وأهداف يفيدون فئة المستهدفين الجايين للورشة هذه أو البرنامج الصيفي. ممتاز. تم توزيع المهام ووضع خطة كاملة
تم توزيع الخطة على 4 أسابيع طول الشهر، كل شهر لها عنوان معين. الأسبوع الأول كان عن عام التسامح، والأسبوع الثاني عن التراث، والأسبوع الثالث عن إبداع، والأسبوع الرابع عن هوية الوطنية. ممتاز جدا. نعم أستاذ، خبرنا مدى حرص النادي على إطلاق الفعاليات بشكل دوري. من 2011 من تأسيس النادي كل سنة نادي لها الرؤية أن تكون برامج الفعاليات اللي تقدم للفئة الشباب أو فئة المستهدفة في النادي أن تكون متميزة، مما يكون مردود للنادي من المنتسبين لزيادة عدد في. ليش النادي عندها مراحل أكثر من لعبة، مراحل سنية وتيكواندو ألعاب، هذا البرامج هاي يجذب المنتسبين للنادي واشتراكهم للألعاب موجودة في النادي. ممتاز أستاذ أبو بكر، كيف أنتم تجيبون البرامج الرياضية أو الثقافية الأنشطة هذه، وكيف ممكن هي تساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشباب اللي يشاركون وياكم؟ نحن على نهاية الصيف مثلا البرنامج العام الماضي سوينا استبيان، وزعنا الاستبيان على الطلاب نفسهم. حلو. اللي كانوا منتسبين النشاط الصيفي، وهالاستبيان شفنا مدى الرضا منتسب على البرنامج اللي احنا حطيناه كبرنامج زمني مدة شهر كامل، والشو اللي حابين للبرنامج القادم. حلو. وعلى هالاساس نحط لهم برنامج يفيدهم يجذب للبرنامج الصيفي من سنه لسنه. ممتاز. تتفق معي ولا تتفقين معي مروه، الولد طول السنه هذه في المدرسه يقوم الصباح روتين معين مضبوط. يتعب، فالنشاط الصيفي لو في شويه يعني كتاب ولا قلم تحسه يتعب اكثر، يعني يبتر فيه. نحاول نبتعد عن هذا الشيء. لو تلاحظ مثل ما قلت لك احنا حطينا 4 أسابيع كل اسبوع لعنوان، في برامج ثابته لابد منها. ليش؟ اذا انت حطيت نفس البرنامج مده شهر كامل بيستوي عنده روتين. صح. خلاص راح يمل. في فعاليات ثابته مثل السباحه واللعب كره، هذا لابد منها. ليش؟ يفرغ طاقات اللي عنده خلال 8 شهور او 6 شهور كان في المدرسه، يحاول الحين خلال فتره الشهر هاي يطلع طاقات كامله، هذا كل الطاقات. مع هذا نغذي باشياء احنا نشوف يمكن هذا اللي تفيده، مثل ورشه خط، مثل ورشه القاء. ليش؟ نحن البال الشباب يتعودون على الإلقاء. يا سلام. غير الإلقاء الشعر، وهذا الخطابة. خطابة. نعم. ليش؟ رؤية المجتمع الدولة الإمارات حين حاليا على قيادة. ممتاز. إن اللي يكون قائد من هم الصغرى. يا سلام. للتأسيس. لأن هذا رح نسوينا الورش، رح نسوينا دورات فن الإلقاء في خطابة والشعر، وعندنا الخط هواية الخط. خط العربي. والغير الشباب اللي عندهم طاقات، في شباب ما عندهم ميول للرياضه، يمكن ميول ثانيه، ميول ادبيه ثقافيه اكثر، مثل الرسم، النحت على الخشب، شغلات هذه. ممتاز جدا. كيف تشوفون اقبال الشباب ورغبتهم في الاشتراك والانتساب لهذه الانواع من الانشطه والفعاليات الصيفيه؟ والله بصراحه السنه ما شاء الله اقبال كبير عندنا، دائما يحاول نحط البرامج يجذب شباب. عندنا شباب من 3 سنوات تعرفوا منطقه المليحه، المنطقه الوسطى. في ايونا شباب من اماره الشارقه هم تسمو عندنا قبل سنتين. احنا تميزنا بتنوع برامجنا، هذا ساهم ان الشباب مرتبطين معنا السنه الثالثه متواصله، يحضرون من اماره الشارقه للنادي مليحه، لان مليحه هي في الوسط كيف ما ذكرت. صحيح. قريبه. نعم. من كل الامارات. نعم. وهي من اجمل الاماكن اللي بالنسبه لي موقعها استراتيجي، اتمنى انكم تزورونها. طيب في حد ما يزور مليحه؟ مليحه من اجمل الاماكن امانه، حتى يعني في الصيف المساء الجو يكون جدا لطيف، احب الاماكن اللي مليحه. صحيح. فانا لازم نزوركم انا ومروه، ما في مشاكل. حياكم الله. حياكم الله. وعندنا متحف تاريخي. صح. اتمنى كل واحد يحضر المتحف هذا ويشوف الاشياء الموجوده. نحن بنزوركم في النادي. حياكم الله ان شاء الله. نتكلم عن دعم مجلس الشارجه الرياضي في النشاط الصيفي في نادي مليحه الثقافي الرياضي. نادي مليحه تحت مظله مجلس الشارقه الرياضي، والمبادرة عطلتنا غير أطلقتها مدى الشارقة الرياضي. على الأساس نحن وضعنا الخطة كاملة بالنشاط الصيفي تحت العنوان، تحت مبادرة صيفنا غير. وعندهم لجنة ثقافية والخدمة الاجتماعية، وهم يتابعون برامج هذه الأنشطة الثقافية على مستوى إمارة الشارقة والأندية الشارقة مشاركين في هذه. خبرتنا قبل شوي عن موضوع المتحف، خبرنا شوي عنه، شو فيه بالمتحف؟ والله يمكن الكلام قليل، بس لو زورون افضل.
ليش تكلم عن تاريخ النادي مليحه نفسه، عن منطقه مليحه. نعم. واهتمام صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي بالمنطقه هذه شيء كبير، يعني نعم. فيها اثار، فيها اشياء قبل التاريخ. تعزيز الهويه الوطنيه من خلال الشباب اللي يشاركون في البرامج الصيفيه، هي في لها عده اهداف، منها ان الولد يعني بدال يقعد في الصيف في مكان، لا يعني يكون في نشاط صيفي. في من الامور اللي نركز عليها دوما وكل الفعاليات جزاهم الله خير يركزون عليها تعزيز الهويه الثقافيه والهويه الوطنيه، كيف انتم شغالين على الموضوع هذا؟ الهويه الوطنيه تعرف الفتره الاخيره التكنولوجيا المفتوحه، العالم مفتوح، في تدخلات على عن طريق مثلا تكاول الامر، ما تروم تحكر ولا تراقب، ما تريد تراقب 24 ساعه، ما تروم ليش في وسائل التواصل الاجتماعي او اي شيء تروم ياثر على الولد. نعم. من ناحيه السلوك، من ناحيه الكلام، من ناحيه القصات والشغلات هذه. احنا سوينا ورشه صنع في عندنا في النادي، يا سلام، وتعاملنا مع اداره التراث في الشارقه، عندنا ورش مدة 3 أسابيع يجون يقدمون عن ألعاب شعبية وأداب عن السنع، أداب التقاليد عندنا في دولة الإمارات. مثل ما قال أبونا زايد الله يرحمه، لما له ماضي لما له حاضر ولا مستقبل، لازم احنا نشوف الماضي، كيف كان ابائنا، كيف كانوا اجدادنا، كيف كانوا عايشين، لازم نربي عيالنا يعرفون شو كيف تعبوا ووصلوا على المستوى. نبني مستقبلنا بالماضي. نعم. ونعتز بالماضي دول. نعم نعم. عن طريق هذا النشاط الصيفي والفعاليات اللي تقومون فيها والأنشطة أكيد تكتشفون مواهب للشباب. صحيح. صحيح. سنويا خبرنا أكثر عن مدى اهتمامكم باكتشاف المواهب المدفونة في الشباب أو الموجودة فيهم وصقلها. أنا أخبركم من حادثة في العام، كان عندنا انطلاق ورشة الخط مثل ما قلت لكم. نعم. بداية الشباب خط، قال احنا ملينا من كتاب المدرسة وهذا، دخلونا خط مرة ثانية؟ ما خط مرة ثانية، بس يبنى احنا خبير خطوط من دار التراث الشارقة، وما شاء الله مديرة مسكة القلم هو يعرف أن هالولد عنده موهبة. خلال الورشة هذه قال لهم، أعطاهم ورقة وقال لهم شخبطوا سووا اي شيء تعرفونه. عن طريق هذا قدرنا نكتشف ان الشباب عندهم موهبه كتابه، رغم ان التكنولوجيا دخلت عليهم والكتابه وهذا، بس عندهم الموهبه هذه. قدرنا هالولد طورنا مهاراته، طورنا موهبته وشارك في المسابقات من المجلس الشارقي الرياضي وحصل على الجائزه، وهو بره ما كان يعرف انه راح يوصل او انه كان يكتشف الموهبه. ما شاء الله، لان اغلب الشباب خلاص اذا راح النادي لازم نشاط، لازم كوره، غير الكوره ما يلعب. المفروض يركزون على النشاط البدني احس اكثر من الجوانب الاخرى، لكن لا يعني لازم يكون في مثل ما قال الاستاذ. انا بايد اخوي، في 2017 كان عام الخير. نعم. كانت فكره جاتنا احنا في سلوكيات شباب اللاعبين في الفريق، تحصله اناني او تحصله غير متعاون مع ربيعه، يعصب بسرعه. هي مجلس الاداره كانت له رؤيه ان نحاول نغير سلوك الولد هذا. كانت في عام الخير في 3 نقاط رئيسيه، منها نتكلم عن البند الثاني هو التطوع. احنا مسكنا البند التطوع، ليش التطوع؟ هي تبني شخصيه الولد عن طريق انه ينزل المجتمع ويحتك مع الناس، يساعد الناس، وهذه بني شخصيته. حطينا البرنامج كامل كيف ننمي لهذا، خذينا من كل فئه، من كل مثلا فرق كره قدم خذينا عينه من الشباب، في تيكواندو خذينا عين من الشباب، خذينا من فريق تنس، هذا سوينا لهم فريق فريق من العاب من ابناء النادي، فريق تطوع من ابناء النادي، واعطيناها ورش عن كيف يتعامل، شو معنى التطوع، شو اهداف التطوع، نزلناهم في المجتمع. بعد 3 شهور 4 شهور يوم رجعوا للفريق مره ثانيه سلوكهم تغير. ممتاز جدا. يعني كانت اول فكره على مستوى الاماره الشارقه تقريبا، اول فريق تطوعي من لاعبي النادي، وهالفريق شارك في الجائزه الشارقه للعمل التطوعي وخذ الثاني على مستوى الدوله. ممتاز جدا. التنوع اللي موجود حتى المنتسبين للنادي يعني سلوكياتهم تتغير. نعم نعم. وهذا شيء طيب، يعني مبادره طيبه جدا للنادي. الانديه ان
نسوي البرنامج الثقافي هم تشوف اكثر الانديه يمكن تركز على الجانب الرياضي اكثر. نتمنى لو حتى لو جانب في انديه تركز في الجانب الثقافي، لو تركز على الجانب الثقافي تؤثر في اللاعب نفسه يكون افضل واحسن. فعلا هذا الهدف من النادي في الاخير، ليش احنا نبني الولد، هالولد في النهايه يطلع الولد يخدم المجتمع، يخدم الوطن. صحيح. اخذت المواضيع لكن ما سالنا عن موضوع الأنشطة والفعاليات الموجودة في النادي، خبرنا عنها أكثر. عندنا فعاليات مثل ما بديت قلت لكم إن في رياضية ثابتة. نعم. من الجانب الثقافي. رياضية مثل شو؟ كرة القدم، السباحة. رياضية عندنا ألعاب جماعية، ألعاب فردية والسباحة. نعم. ألعاب جماعية بتكون مثل اليد والطائرة والقدم. نعم. غير الثابتة. غير النشاطات الرياضيه هي ثابته، هذه غير ثابته، هي ثابته. اما غير ثابته من ناحيه الثقافيه تكون عندنا. نعم. ثقافيه عندنا مثل الحرف على الخشب والتجويد، حصه التجويد لابد منها. وعندك الخط، وعندنا ورشه السنع، وفي ورش اكثر من ورش راح ماخذينها في مده 4 أسابيع هذه كلها. ممتاز جدا، لازم نشارك وياكم ان شاء الله. نتمنى ونتمناكم تزورون قناه فجيره عندنا وتشوفوا الانشطات ان شاء الله. يكون نشارك معاكم نستمتع يوم من الايام ان شاء الله. نسوي لكم يوم مفتوح. ها؟ يوم مفتوح كستاف مالكم. جميل جميل جدا ان شاء الله. وعندنا مجمع رياضي كبير افتتح الشيخ سلطان من سنه تقريبا، مجمع اولمبي. نعم، هو على الطريق نشوفه نحن. نعم، هو مجمع رياضي كبير. نعم، ممتاز جدا. شكرا لك استاذ ابو بكر بن علي بن صالح، منسق النشاط الصيفي ومشرف فريق التطوع في نادي مليحه الثقافي الرياضي. شكرا لك. مشكورين، جزاكم الله خير وتشرفنا فيكم. بارك الله فيكم. شكرا. طبعا عدنا في الأجواء الصيف وأجواء الأنشطة الصيفية. عندنا المخيم الصيفي الثقافي تحت تنظيم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بعجمان، بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عمان. تضمن على برامج وهي تقريبا أكثر من 70 ورشة إبداعية غنية. خلينا نشوف ياكم هذا التقرير. نظمنا في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة المخيم الصيفي الثقافي في 7 مواقع مختلفة بمراكزها الثقافية المنتشرة في الدولة، وهي عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، الفجيرة، مسافي والظفرة ودبل الفجيرة. يقام المخيم من 14 يوليو إلى 6 أغسطس 2019. طبعاً بيكون عندنا أكثر من 70 ورشة عمل إبداعية تفاعلية تبلغ القدرة الاستيعابية للورش 1500 مشترك. اليوم قدمنا ورشتين في مركز عجمان الثقافي تحت مظلة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالطبع، ورشة صب الكونكريت وورشة تحليل الشخصيات الإبداعي. تحليل الشخصيات الإبداعي عبارة عن ورشة ممتعة للأطفال بحيث أن يتعرفون على نمط شخصيتهم من ضمن 16 نمط الشخصيات اللي موجود في العالم، ومن خلاله يتعرفون على الشخصيات العالمية المشابهة لشخصياتهم والمجالات سواء المجالات التخصصية أو مجالات الدراسة المناسبة لشخصياتهم. عم نعمل أشياء هي أساساً بتستخدم بالبناء، بس هون عم نستعملها للأشياء الصغيرة اللي ممكن تنحط كديكور في البيت. الأطفال اليوم كتير انبسطوا لأنه حكينا عن البيئة، عملنا توعية بيئية، أنه تكلمنا عن البلاستيك وقديش إحنا بنستخدم البلاستيك وكيف ممكن نعيد استعمالها، وشغلة تانية أنه حكينا بالتفاصيل التكنيكية أكثر عن الخرسانة أو الكونكريت. حياكم الله مشاهدين الكرام. طبعا بما ان اليوم عيد ميلاد مروة، انا بجيب لك هديه لك ولمشاهدين الكرام اللي هي جامعه الفجيره تخفض رسومها 25% للعام الدراسي المقبل. حبيت الفكره وايد عشان عمرك 25 سنه فالخصم 25.
ولجميع الملتحقين بالجامعة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني العام الدراسي 2019 وأيضا 2020. الحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسين الفرجات، أستاذ جامعي بكلية التعليم العام في جامعة الفجيرة. هنا مرحب فيك. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خبرنا عن تخفيض الرسوم في جامعة الفجيرة بنسبة 25% لهذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بقناة الفجيرة المتميزة ولها فضل في إمارة الفجيرة وفي دولة الإمارات على برامجها المتميزة. وأقدم خالص شكري وتقديري لهذه القناة التي أتاح لنا هذه الفرصة، وأنقل تحيات وشكر مجلس الأمناء وأمين ورئيس مجلس الأمناء لهذه القناة المتميزة. هذا واجبنا. بالنسبة لسؤالكم اللي طرحته إن شاء الله اللي هو تخفيض الرسوم 25%، يعني احنا يعني هذا جزء من التخفيضات، لكن هاي التخفيضات مستجدة في الأسبوع الماضي اللي هو المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن، تم تخفيض الرسوم 25%. طبعا احنا بنقول الجامعة جامعة الفجيرة هي جامعة حكومية، هي شبه حكومية غير ربحية، يعني ليس هدفها من الربح الفاحش، فذلك تم تخفيض الرسوم 25%. ممتاز. الطلاب المتفوقين اللي بيأتون من الثانوية العامة مثلا كنت المعدل من 90 ل 95، يكون عندنا خصم 50%. ممتاز. من 97 ل من 95 ل 97 خصم 75%. ممتاز. من 97 فما فوق يكون خصم كامل. طبعا هذا جزء من الخصومات، لكن احنا عندنا خصومات اخرى. اتوقع عبد العزيز ام 99 تسوي له خصم 100%. نعم. بس في كمان عندنا خصومات اخرى غير الخصومات، يعني هاي في خصومات يعني مثلا عندنا خصومات في الماجستير 30%. انا ومروه ان شاء الله راح نكمل ماجستير ان شاء الله، يعني بنسجل ماستر ان شاء الله. في خصومات اخرى مثلا في عندنا للطلاب اللي اقل من معدل مثلا من الثانوي العام 90، يعني معدل ولكن متميز بالجامعة، يعني جاب معدل بي فما فوق. نعم. طبعا الخصومات اللي 25% كمان مرتبطة بالتميز، تواصل التميز، يعني نعم. يظل مستمر، يعني الفصل الأول والثاني يظل يكون معدله متميز، يكون فوق البي، يعني فوق 80 فوق 85 يكون معدله متميز بالجامعة. جميل. يعني حتى يكون التميز مرتبط أو يعني التميز. الخصومات على مثل متنوعة. نعم. اللي يعني اللي يدخل لا تخافي مروة، نحن ندخل على طول من بداية لين نتخرج إن شاء الله في الخصومات. العاملين نعم. الهاجس الثاني عند الطالب غير المبلغ اللي يدفعه عنده هو الاعتماد. دوما نتكلم عن الجامعة، عن فعلا. اعتمادها، عن هل معتمدة هي ولا لا، برامجها معتمدة هي ولا لا. هذا الشيء الثاني اللي يحاتونه بعد المبلغ على طول. صح. دكتور. نعم. بس نكمل الخصومات. خذ راحتك. خذ راحتك. طبعا احنا يعني بالإضافة للخصومات هاي في خصومات مثلا صندوق الحالات الإنسانية، يعني الحالات الإنسانية عندنا دعم تقريبا شبه كامل. ممتاز. للطلاب. ممتاز. في العاملين في المؤسسات الحكومية. يا سلام. لهم كمان خصومات خاصة، العامل الحكومي والخاص لهم دعم أو خصم خاص من الرسوم. دكتور أنت مفروض تقول الناس اللي ما عندهم خصومات منهم، اللي عندهم خصومات ما يخلصون. أنا قلنا جامعة شبه حكومية تقريبا مش غير ربحية. أنا غير ربحية. ممتاز. فهي تقريبا الخصومات الموجودة فيه. كمان خصم آخر معلش ذكرت الآن اللي هو أبناء الشهداء. والله خصم أبناء الشهداء وأسرهم لهم كمان خصم في الجامعة. ما شاء الله. الرد لموضوع سؤال عبد العزيز أستاذ اللي هو موضوع معتمدة أو غير معتمدة، هم الطالب الثاني اللي يحاتي. نعم. طبعا جامعة معتمدة من وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم العالي في 2016 تم اعتماد البرامج كامل. طبعا هي بالبداية كانت كلية الفجيرة، كلية نعم. متوسطة، ولكن كانت نواة للجامعة، ولكن الآن تم اعتماد جميع البرامج. عندنا ست كليات، أربع كليات، وفي عندنا كلية التعليم العام اللي هي المتطلبات، وفي كليات ستفتح في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا اعتمدت هذه تم الاعتماد بإشراف صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. الله يحفظه. حفظ الله. في اللي هو اعتماد البرامج، يعني بوجوده كان تم الاحتفال باعتماد البرامج وافتتاح الجامعة. ممتاز جدا. نعم. عندكم مركز التعليم المستمر، لو نتكلم عن المركز. نعم. مركز التعليم المستمر عندنا صحيح احنا عندنا في دورات يعني أساسية
اللي هي باللغه الانجليزيه، في عندنا توفل، في الامسات، في الايلتس، في عندنا الدورات الحاسب الالي. هذا الدور اول. في عندنا دور اخر كمان دكتور، انا بذكر شيء قاطعتك، امتحان الامسات عندكم مجاني، هذا اعلان كانوا مسوينه. لا مش مجاني، هو بس احيانا بنسويه مجاني للمسجلين في الجامعه، اللي بيسجلون في الجامعه مجاني. المسجلين في الجامعه، لكن كمان ذكرتك كان من كثر الخصومات نسيتها دكتور. هذه وممكن احنا اللي يكون يعني مركز وياك عبد العزيز. الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي كمان في الامسات راح يكون مجانا، بس اسبوع واحد الاسبوع الجاي يعني. وفي كمان احنا في عندنا في خطه لعمل دورات في الامسات، هاي امتحان الامسات ممتاز جدا ان شاء الله. استاذ خبرنا عن الكليات والبرامج الموجوده والتخصصات ايضا. احنا عندنا طبعا 6 كليات تقريبا. في عندنا كليه اداره الاعمال، طبعا هاي تضم عده تخصصات، في عندنا اداره الاعمال بشكل عام، في عندنا علوم ماليه ومصرفيه، في اداره الموارد البشريه، في بالإضافة ماجستير إدارة الأعمال طبعاً فتح يعني كمان جديد، هذا رايح يكون باكورة للتخصصات الدراسات العليا. في المستقبل رايح نتوسع في التخصصات. ممتاز جداً. بالإضافة عندنا دبلوم إدارة الأعمال، يعني في دبلوم إدارة لمدة سنتين. في عندنا كلية تكنولوجيا المعلومات اللي هي عندنا تخصصات الشبكات وأمن المعلومات، في الإنترنت والتجارة الإلكترونية، في وكمان دبلوم تكنولوجيا المعلومات. في عندنا الكليه الثالثه كليه الاتصال الجماهيري والعلاقات العامه، فيها تخصصات بكالوريوس العلاقات العامه، بكالوريوس الاعلام الرقمي، بكالوريوس الصحافه، بكالوريوس الاعلام، وفي بالاضافه دبلوم اللي هو العلاقات العامه لمده سنتين. في كليه الاداب والعلوم الانسانيه، بكالوريوس في اللغه العربيه، بالاضافه الى عندنا كليه متطلبات التعليم العام. نعم. يعني اللي بندرس كل جميع المتطلبات الإجبارية والاختيارية في الكلية، ورايحين طبعا نفتح برامج أخرى وكليات أخرى. في عندنا برنامج التأسيسي للطلاب لمعدلاتهم أقل من الثانوية العامة، أقل من 60 في الثانوية العامة. يعني برنامج تأسيسي هذا يؤهل الطالب أنه نعطيه مواد يعني في التخصص اللي يرغب بالالتحاق فيه بالمستقبل، تؤهله أنه يدخل للدخول بالجامعة، يعني لمدة فصل معين نعطيه المواد اللي مثلا بده يدخل بكلية إدارة الأعمال مثلا، نعطيه مواد من إدارة الأعمال بالإضافة بعض المواد المتطلبات الإجبارية أو التخصصية، إذا رفع معدله سيأيش يتم التحاقه بالكلية. ممتاز. نعم. عندكم نظام التقنية الحديثة اللي راح تستخدمونها إن شاء الله في الجامعة العام الدراسي الجاي؟ نعم، احنا عندنا طبعا منصة التعلم الإلكتروني وأساليب التدريس يعني كلها عن طريق التقنية، عن طريق الباوربوينت، عن طريق رايح السنة الجاية يصير عندنا برنامج أو اللي هو التعليم المدمج أو بالأحرى التعليم المتمازج، يعني ندمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، يعني بحيث مثلا يكون نصف التعليم داخل المحاضرة والنصف الآخر بره. إلكتروني، يعني نسجل المحاضرات، المدرس يسجل محاضرة إلكترونيا، المحاضرة هاي بتضم يعني فيها كل ما يلزم المحاضرة من تقييم، من وسائل تقنية، من مواقع المراجع بحثية، وهذه ممكن الطالب يعني يطلع عليها وكيش في البيت. جامعة الفجيرة صحيح أنها بدأت صارت جامعة من 2016، لكن ما شاء الله تطور كبير ونجاحات كبيرة قاعد تحققها في ظل سنوات قليلة جدا ما شاء الله. هذه النجاحات وهذه الاعتمادات، وشو اللي هاي بعد؟ شو اللي ناويين تسوونه؟ والله احنا البدايه عند المبنى الان، ولكن في مبنى جديد ان شاء الله. ايوه انا كنت بسالك عن المبنى الجديد. نعم، مبنى جديد ان شاء الله في بالقرب من جامعه العلوم التقنيه اللي هي جامعه عجمان قديما. نعم. سيكون مبنى يعني تمت الارض والمخططات والبناء ان شاء الله سيتم انشاؤه. يكون عندنا توسع في البرامج طبعا الان. كمان هاي المبنى عندنا في يعني بتسع، وفي عندنا العام القادم في عندنا كلية الهندسي رايحين نشتغل عليها مشان الاعتماد، راح يكون في عندنا تخصصات فريدة في كلية الهندسي، تخصص بتروكيماويات، هندسة بحرية، هندسة يعني بعض التخصصات اللي بتحتاجها المنطقة. يعني احنا كل برامجنا يعني تلبي حاجات المنطقة بالفجيرة بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام. نعم. خبرنا عن أساليب التدريس المتبعة في الجامعة. نعم. وأيضا مهام عضو هيئة التدريس. ممتاز جدا. يعني أساليب التدريس طبعا احنا يعني نعتمد زي ما قلنا التعلم الإلكتروني والتعلم بالعروض والتعلم المتمازج، كذلك أساليب التدريس عندنا
يعني تركز على الجانب النظري والجانب العملي التطبيقي. يعني تعلم النشط، يعني ما بدنا نتعلم بس تلقين، الطالب هو يمارس عملية التعلم، يشترك في عملية التعلم، يقدم عروض، يعني يتعلم منهجيات في التعليم. التطبيق مثلا كل تخصص في ايش جانب تطبيقي، مثلا عندنا الاعلام، ممكن الاسبوع الماضي كان في عندكم زياره لطلبه الجامعه يتعرفوا على وسائل الاعلام، على كيفيه يتم الاعلام، كيف الاليات اللي بتصير يعني في هذا التخصص او المجال التطبيقي لهذا التخصص. اذا يعني نركز الجانب النظري والجانب التطبيقي في ان واحد، ونعتمد يعني المهارات التدريس او اساليب التدريس او استراتيجيه التدريس الحديثي اللي ايش نستمرسها سواء داخل القاعه الصفيه او خارج يعني القاعه بالبحوث التطبيقيه وما شابه ذلك. ممتاز جدا. خلاص يعني دكتور الحين انا ومروه لازم نعدكم نكمل. بنكمل ماستر ان شاء الله، انا في اداره الاعمال، لان اداره اعمال بعد المميزات والخصومات الكبيره اللي تقدمونها ما في الا نحن هني عندكم ونكمل ان شاء الله. نتشرف فيكم ان شاء الله، والله يوفقكم ان شاء الله. بصراحه يعني جهود كبيره وكثيره تقومون فيها انتم في جامعه الفجيره عفوا، ويشهدون لها اهل الفجيره. والله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لكم مره ثانيه لهذا اللقاء، وشكرا لقناة الفجيرة المتميزة وجميع العاملين فيها. كل التوفيق لكم يا رب. شكرا لك دكتور حسين الفريحات، أستاذ جامعي بكلية حسين الفريجات، أستاذ جامعي بكلية التعليم العام في جامعة الفجيرة. شكرا لك. الله يبارك فيك. نورت. الله يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، فاصل بعدها راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله مديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، والحين بنروح لبرنامج سفراء الفلك والفضاء موسكو 2019 في مقر أكاديمية الشارجة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. طبعا وبالتعاون مع أكاديمية الشارجة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ عبد الهادي حسن تقي، رئيس بعثة سفراء الفلك والفضاء في موسكو. يا أهلا وسهلا فيك. مرحبا فيك، المسي عليكم وعلى المشاهدين. ممكن نصبح لتوقيتك الحين ولا نمسي؟ نحن ما نعرف، بس كيف الأمور إن شاء الله؟ طيب. لا إن شاء الله البرنامج الأسبوع الجاي بنتكلم عنه. بداية أبغى أشكر قناة الفجيرة اللي تحت الفرصة للحديث عن برنامج سفراء الفلك والفضاء. نعم. طبعا يأتي هذا البرنامج تماشيا مع توجهات الدولة في علوم الفضاء تحت تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، وبالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. التخطيط لهذا البرنامج بدأ من فترة طويلة، وقد تقرر عمل برنامج علمي متكامل. قسم البرنامج على مرحلتين داخل الدولة وخارج الدولة. داخل الدولة ابتدينا فيه من تاريخ 7/7 إلى يستمر معنا إلى 18/7/2019 بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. وخارج الدولة بيكون من تاريخ 22/7 إلى 2/8 بيكون في روسيا. الهدف من البرنامج اكساب الطلاب خبرات ومعارف جديده، اعداد جيل قادر على التعامل مع العولمه والتكيف مع العالم المتغير، وتهيئه الطلاب للدراسه الجامعيه. ممتاز. خبرنا استاذ عن المعايير العلميه اللي تمت من خلالها اختيار الطلبه المشاركين في سفراء الفلك والفضاء في موسكو 2019. تم فتح باب التسجيل وفق معايير محدده وشروط معينه، ومنها حصول الطلاب في المواد العلمية على معدل امتياز زائد شغف الطالب في علوم الفضاء، حيث قمنا بعمل مقابلات واختبار الطلبة من الناحية العلمية وبالتحديد بعلوم الفضاء والفلك مع علماء أكاديميين متخصصين من أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. وتم ترشيح 25 طالب من ضمن عدد كبير تقدم لهذا البرنامج. حلو. كيف ممكن كيف يعني صقل المهارات المعرفية لدى الطلبة في هذا المجال، خاصة أن المجال صعب علوم الفضاء والفلك؟ هو قبل السفر إلى روسيا قررنا عمل برنامج علمي داخل الدولة، البرنامج الأول في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، تتضمن محاضرات علمية متخصصة في مواضيع الفلك والفضاء، منها مثل موضوع النيازك والأقمار الصناعية والأقمار الصناعية الصغيرة اللي هي الكيوبسات ورحلة الإنسان إلى القمر. نعم. البرنامج الثاني ورش علمية متخصصة بتنظيم هيئة الطيران المدني، يتضمن البرنامج ورشة الطيارين، ورشة المهندسين، ورشة الملاحة الجوية، ورشة أمن الطيران وغيرها من الورش. إضافة إلى ذلك زيارات إلى مؤسسات لها صلة بقطاع الطيران
منها رحلة إلى الإدارة العامة للجناح الجوي في الشارقة ورحلة إلى متحف المحطة. نعم. بعد ذلك يكون الطالب مؤهل لخوض تجربة في مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء. هنا يخوض الطالب تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة حياة رائد الفضاء باستخدام محاكيات علمية، ارتداء زي رائد الفضاء، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة في المركز. أستاذ، ذكرت الحين مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء في موسكو، خبرنا أكثر عن هذا المركز وتفاصيل أكثر عنه. مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء هي مؤسسة روسية مسؤولة عن تدريب رواد الفضاء استعداداً لرحلتهم الفضائية، تديرها وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية. نعم. وتقع في مدينة ستار سيتي اللي تبعد 50 كيلومتر عن العاصمة موسكو. كانت المنشأة في البداية تعرف باسم الوحدة العسكرية 26266، وكانت قاعدة تدريب سرية لرواد الفضاء السوفييت. نعم. وهذا المركز هو الذي يتم تأهيل رواد الفضاء الإماراتيان حالياً هزاع المنصوري وسلطان الميادي، وتأهيلهم لتجربة الفضاء وبالتحديد في محطة الفضاء الدولية للانطلاق بتاريخ 25/9/2019، ليكون هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية إن شاء الله. نعم. أستاذ عبد الله الهادي حسن تقي، رئيس بعثة سفراء الفلك والفضاء في موسكو، شكرا لك على المداخلة الجميلة وكل التوفيق لكم. العفو، شكرا لك. طبعا جميل الفضاء، لازم نسافر فعلا إن شاء الله. وفي موسكو برد موسكو. هناك يلا الحين بنروح لتقرير يا عبد العزيز، تأكيدا على أهمية التعاون العميق بين كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية للاستفادة القصوى من توفير البيانات، أطلقت أمس دبي الذكية مبادرة البيانات أولا تحدي بيانات المدينة، واللي راح تستمر لستة أشهر، تعمل مع مختلف الجهات في إمارة دبي على عملية جمع البيانات وتنظيمها بما يتماشى مع قانون بيانات دبي. خلونا نشوف ياكم في هذا التقرير. مثل ما أنتم عارفين، مبادرة بيانات دبي تحت دبي الذكية صار لها 3 سنوات منذ إطلاقها، من بعد إطلاق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقانون تنظيم نشر تبادل البيانات، وكثير من الجهات اللي هي تفاعلت معانا في عملية نشر وإتاحة البيانات والامتثال لقانون بيانات دبي، اللي نحن نطمح له إن شاء الله من خلال هذه المبادرة تسريع وتيرة الامتثال، ونوصل في نهاية 2019 إلى نسبة 70% من الامتثال العام لمبادرة البيانات. اعتمدنا مجموعة من المعايير اللي من خلالها بيتم تقييم المؤسسات اللي بتشارك في التحدي هذا، من ضمنها اللي هو الامتثال لقانون بيانات دبي والسياسات المعايير اللي وضعناها، تواجد المؤسسات في الفعاليات اللي تقوم فيها دبي الذكية المعنية بالبيانات، وكذلك نطلع إلى زيادة عدد البيانات اللي موجودة من في منصة دبي بارس من هذه المؤسسات اللي بتشارك في التحدي. ننتقل إلى مرحلة جدا مهمة اللي هو تفاعل المؤسسات في طلبات البيانات التي من المؤسسات الأخرى. نحن دائما نتكلم عن تبادل سلس وآمن وسهل للبيانات، فهذه الطلبات لابد أن يتم توفيرها، وفي النهاية نحن نتكلم كيف تبني المؤسسات داخليا ثقافة البيانات، وكيف أن اليوم هذه المؤسسات توضع البيانات أولا في صلب عملها المؤسسي داخليا. هذه المعايير نحن بنقيسها على المؤسسات هذه، والمؤسسة اللي بتكون ممتثلة أكثر هي بتحصل على الجائزة. طبعا نحن بننظر، بتكون في 3 ليفل الجوائز، للمؤسسات الكبيرة، للمؤسسات المتوسطة، للمؤسسات الصغيرة، والأفضل من هذه المؤسسات هي اللي بتأخذ إن شاء الله الجائزة. طبعا مروة ومشاهدينا الكرام، الحين نتكلم عن مبادرة مرصد واللي اطلقتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.
واللي عقدت أولى جلسات البرنامج يوم الثلاث الماضي بعنوان أهم الممارسات السلبية في هدر الطاقة الشبابية. للحديث أكثر مع ضيفنا في الاستوديو بسعادة خلف سالم بن عنبر نائب رئيس ومدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية. أهلا ومرحب فيك. الله يحييكم. نورتنا. شكرا. نور نوركم وحياكم الله. خبرنا عن لمحة موجزة عن مبادرة مرصد للشباب. هي البداية أحب أرحب فيكم وأشكركم على الاستضافة في التلفزيون الفجيرة برنامج 7 على 7. ما شاء الله أنا محظوظ أني دائما نحن اللي محظوظين ألتقي فيكم يعني. إن شاء الله نكون نور. الله يخليكم. طبعا مثل ما تفضلتي مبادرة مرصد اليوم في جمعية الإمارات عندنا خدمات نقدمها للمجتمعية للناس. نعم. فعندنا يمكن 4 مبادرات من ضمنها مبادرة مرصد وتبادل، وعندنا جائزة التميز الاجتماعي، وعندنا برنامج اسمه مواطنة. لكن إن شاء الله أتوقع أن بين كل فترة ممكن نحن نسلط الضوء على أحد هذه المبادرات اللي موجودة إن شاء الله. لكن إن شاء الله هذه مبادرة مرصد هي عبارة عن رصد الظواهر السلبية والإيجابية في المجتمع لفئة الشباب. نعم. الهدف منها اليوم من هذه المبادرة اليوم نحن الشباب طبعا لهم ظواهر سلبية، لكن قد ما تكون الاسم الكبير يعني كظواهر سلبية، لكن اليوم نحن هدفنا في جمعية الإمارات نحفظ هذه الطاقات الشبابية وما تكون تهدر بطريقة عشوائية. فقدرنا أن من خلال هذه المبادرة أن اليوم نوضع نحن الحلول لهذه الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع، ولكن في نفس الوقت نسلط الضوء على أكيد الظواهر الإيجابية الموجودة في المجتمع. لا شك أن اليوم ولله الحمد شبابنا كثير عندهم ظواهر إيجابية. اليوم هذه الظواهر الإيجابية يجب أن الكل يسلط الضوء عليها، سواء نحن في جمعية الإمارات أو في من خلال الجمعيات سواء ذات النفع العام أو المؤسسات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فجاءت هذه الفكرة وعقدنا أول جلسة عصف ذهني كانت 4 الماضي، وشارك فيها ما يقارب 30 شاب وشابة. وزعنا الشباب على 5 مجموعات. قدرنا نخرج ب5 ظواهر سلبية من خلال الجلسة الأولى. نعم. شو هي الـ5 ظواهر السلبية؟ الـ5 ظواهر السلبية بقرأ لك إياها على عجل، لكن يعذروني الأخوة المشاهدين أساس تكون يعني مركزة أفضل. نعم. الظاهرة الأولى كانت السجائر الإلكترونية والتنمر الوظيفي والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. نعم. وعدم احترام القيادة الآمنة. والخامس يمكن البطالة أو البحث عن عمل، ظاهرة البحث عن عمل جديد اللي هي منتشرة بين فئة الشباب. أنا في نقطة يعني وقفت عليها، هو التنمر الوظيفي، ممكن نتكلم عن التنمر الوظيفي؟ شو المقصود بالتنمر الوظيفي؟ التنمر الوظيفي اليوم البيئة العمل أغلبها أصبحت منفرة طبعا للناس اللي موجودين في العمل، وهذه طبعا تصرفات أشخاص اليوم، يعني تصرفات أشخاص يا عن طريق الاستفزاز، يا عن طريق الأنانية في العمل، يا عن طريق التسلق أو ممارسات كثيرة يعني. لكن نحن حصرناها، ممكن أجيب لك إياها بطريقة حسب التسلسل أو الأسئلة الموجودة عندكم يعني. ممتاز جدا. زين، تعزيز دور الشباب في الحد من السلوكيات الخاطئة. اليوم في سلوكيات خاطئة يقوم فيها الشباب مثل أنت ما ذكرتها في النقاط اللي هي اللي كان السجائر الإلكترونية أو إن كان السياقة أو السواقة، الأخطاء المرورية. أوكي. كيف نحن ممكن نسوي حد للسلوكيات الخاطئة هاي الموجودة؟ طبعا نحن بمشاركة حقيقية من الشباب قاموا بدراسة الآثار السلبية للظواهر من خلال الجلسة، حيث قاموا باستنتاج ما يقارب 46 أثر سلبي ووضع الحلول المناسبة لها.
طبعا الخمس الظواهر اكيد لها اشياء تحب اقول لك اياها على الطريقه اللي تناسبك، ما عندي اي مانع. خلينا نتناول اليوم السجائر الالكترونيه. طبعا هذا من خلال العصف الذهني. طبعا الشباب اكيد هم اللي وجدوا تقريبا الحلول لهذه الظواهر اللي منتشره في بينهم. فعلى سبيل المثال السجائر الالكترونيه نقول عدم وعي الاسره باشكال وطرق تداول السجائر. لكن اليوم لو تلاحظ السجائر الالكترونيه لو تلاحظ اشكالها والوانها تفتح النفس، مثل ما قلت تفتح النفس، تغري الشباب ايضا. نعم، فتحسين يمكن اولياء الامور ما يعرفون هذه الاشياء، شكلها محايا اصلا. استاذ زين، شو الشيء اللي ادى لانتشار هذه الظواهر السلبيه بين الشباب؟ والله شوفي، هذه مشكلة قد يكون الفراغ، يمتلكون وقت فراغ. نعم، وقت الفراغ. اليوم يمكن الرغبة، يعني مثل قد يكون مثل ما قلت لك الفهم الخاطئ في الحرية الشخصية. نعم. يمكن يقول والله أنا شاب ومن حقي أني أمارس هذه العادات مثلا السلبية، أو انتشار مثلا اليوم نقول انتشار منافذ بيع السجائر بكل سهولة تحصل عليها، سواء من خلال مواقع إلكترونية أو نعم. منافذ البيع المنتشرة يعني عندنا. فهذه يمكن اللي الشباب قدروا يحللون الظواهر السلبية من وراء هذه الأشياء. يعني التوعية الخاطئة مثلا اللي يدوخ ما أسف على اللفظ هذا المدواخ، يقول لا غير للشيشة الإلكترونية أخف ضرر. نعم. وغيره، فيعني صارت هاي المشكلة. ولكن بعدها أصلا الشيشة الإلكترونية بعدها ما اكتشفوا شو مضارها، لأنها هي أصلا شيء جديد يعني، لأن في بعض الدول ممنوعة، ما اكتشفوا السجن اللي يدوخها يعني. في بعض الدول صارت ممنوعة يعني. أي دراسة يقومون فيها أستاذ، يقومون فيها عقب كم من سنة؟ نعم. علشان يعرفون شو هي المضار مالها. نعم. أو شو سلبياتها يعني، بعدها هي شيء جديد على اليوم المجتمع. حتى السجائر الإلكترونية وعلى الشباب في آخر دراسات موجودة على حول العالم. نعم. أن أحد أسباب يعني أو أحد أضرارها الحقيقية قد يمكن تنفجر وأنت خلال أنك تدخنها يعني. وسجلت عديد من حالات الانفجار أيضا في الوجه، وأدت إلى تشوهات في الوجه للعديد من الشباب بسبب أنه يحطونها في الشارج ويدوخون منها. صحيح، هذا للأسف الشباب اللي قاعد يروحون لها يعني، ما أنا أعرف ليش. شو الأسباب بشكل عام؟ التدخين مروان بشكل عام يعني، التدخين فعلا بشكل هو عام جدا مضر. للأسف صارت المقاهي من تدخلها تشوف أغلب الشباب موجودين فعلا. فيها نعم. تفضل استاذ. فنحن يعني اليوم حلو من خلال هذه مبادره مرصد ان نحن يعني نحن نحاول مع مثلا كجمعيه الامارات او نكون جراب من الشباب، نكون جراب من الشباب وفي نفس الوقت نحد من هذه الظواهر السلبيه. فهذا اليوم ان شاء الله راح نخرج ان شاء الله بتوصيات ان شاء الله خلال الاربعاء، ان شاء الله راح تكون عندنا ان شاء الله الجلسه الثانيه، راح نطلع فيها بتوصيات ومخرجات من الجلسه الاولى، وان شاء الله من خلال هاي التوصيات اللي راح ان شاء الله نحن بدورنا نقوم ان شاء الله بتحليلها ودراستها ونوصلها الى اللي هي الجهات المسؤوله في الدوله. هل لقيتوا تجاوب من الشباب في مبادرة مرصد للشباب؟ والله أول ما نزلنا الإعلان ما يقارب وصل عندنا التسجيل 80 شاب وشابة أنهم حابون يدخلون هذه الجلسة العصف الذهني. من خلال الجلسة الأولى قدرنا نختار من 80 30 شاب وشابة، على أساس العصف الذهني كل ما كثر كل ما الاستفادة قليلة. نعم. تكون صحيح، لكن كل يؤدي إلى قلة التركيز. نعم، فكل ما كان العدد أصغر كل ما كان التركيز أفضل. نعم. لذلك ركزنا على عدد 30 بين شاب وشابة، فتقريبا هذا المجمل اللي كان العصف الجلسة الأولى. اختيار، شو المعايير اللي اخترتوا فيها صفيتوا من 80 لين 30؟ والله شليتوا تقريبا 50 50 صح. لكن اعطيناهم فرصه للجلسه الثانيه، لكن المعايير ما في معايير، اللهم ان يكون من عمر 20 الى 30، وانك تكون حاصل على شهاده جامعيه على اساس انك يقدر يكون عطائك او فهمك للموضوع بشكل اوسع. هي يعني مفتوحه للمواطنين ولا وفتي؟ مفتوحه لكافه الشرائح المجتمع، لكن فئه الشباب. نعم. وحياهم الله. من 20 ل 30. 30 نعم. يعني تحت ال 30 لازم 30 وتحت.
31 32 ما ينفع. اذا انت بتي بنغض النظر بس انا وين فجميل جدا ان الشباب يشاركون في حل قضاياهم، لان مثل هذه المواضيع مثل ما ذكرتوا انتم فاتحين الابواب للجميع، وفعلا في يعني في مشاكل كثيره ما يعرفها غير الشباب اللي هم تحت ال 30. استاذ تعرف هذا المثل اللي يقول لك من حفر حفره لاخيه وقع فيها اكيد الحين عبد العزيز طاح فيها وما بنطلع بعد. ليش انا كمل تفضل اسال. ها بسعود ما مشر. لا هي ما اعرف ليش اليوم عيد ميلادها. اوكي تقول لها كل عام وانت بخير. هي تحت ال 30. اوكي هي تحت ال 30 يعني هي بتشارك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا خد شارك اعلاميه ان شاء الله. حياها الله. شو مروه لو شاركت شو المواضيع اللي تطرحينها او شو القضايا اللي تبين تحلينها؟ عن طريقة تعبئة وقت الفراغ بطريقة صحيحة، لأن العديد من الشباب اليوم أحس أن وقت الفراغ من الممكن أن يضيعهم وايد، يعني ما يعرفون شو يسوون فيه، فيلجؤون أيضا لأصدقاء السوء واللي يأخذوهم لمكان، يعني فأحس شيء صح. نعم هذه أهم نقطة عند الشباب. نعم نعم. كيف يستغلون أوقات فراغهم؟ خبرنا. والله اليوم سبحان الله أحس دولة الإمارات ولله الحمد ما مقصرة في كل شيء. الحمد لله يعني. الحمد لله رب العالمين. اليوم مثلا أحس كأنه حر عندكم شوي. إنزين. لا لأن صيف، لا نحن نمشي مع موسم. في الصيف الجو يكون حار، في الشتاء بارد. فاليوم مثلا على سبيل المثال نقول الظواهر اللي نشوفها يعني اللي يخليهم يتجهون الشباب على سبيل المثال التدخين، السجائر الإلكترونية أو الشيشة أو ما شابه ذلك. اليوم نحن نشوف أوقات الشباب أكثر شيء يتجمعون لما يكون في على سبيل المثال مباريات، سواء كان في الدوري المحلي أو المنتخب الإمارات أو المباريات العالمية. فاليوم مثلا إذا كان عندنا نحن داخل الدولة يعني مثلا الشباب نحن ليش ما نشجعهم يروحون يشوفون المباراة مثلا في الأستاد مثلا. حر صحيح. لا حين مكيفة بتكون إن شاء الله. فطبعا لما تروح أنت هناك تشاهد ما بتلاقي عندك هاي الأشياء موجودة عندك مثل في المقاهي أو الكافيات أو ما شابه ذلك. يعني اليوم حتى عندك ظاهر الشباب مثلا تزويد سيارات، نحن نقول تصريخ ويلات تسمونها الشباب. ها عبد العزيز يعرف. اوكي اليوم مثلا بدل ما تكون في الفرجان، بدل ما تكون في الاحياء، دولة الامارات ما شاء الله عندها ميادين للسباق، يعني ليش ما الواحد يفرغ طاقته في 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 مكان صحيح، يعني المكان المناسب. يعني انا يمكن ضربت لكم هاي امثله ولله الحمد الدوله مو مقصره، من خلال المكتبات، من خلال ما شاء الله اليوم عندنا المولات بكثره، فعاليات وانشطه يعني لكافه شرائح المجتمع. من اول من بدايه الصيف لين اليوم ما شاء الله كم من ورشة وأيضا برامج صيفية يقومون على فيها على مستوى النوادي الدولة. فعلا نعم. فكلها علشان يعني كل تقاريرنا عن البرامج الصيفية والمراكز الصيفية اللي تطرح برامجها. قبل كانت تقتصر بس على الشباب الصغار اللي من 18 سنة وتحت. نعم. لكن الحين نشوف يعني لين 30 31 فعلا. سنة لين فوق، يعني أقصد من الشباب كل الشباب قاعدين يقدرون يشاركون في البرامج الصيفية. لا بالعكس بالعكس. إن كان موظف أو إن كان طالب جامعي، برامج تطوير ذات، برامج غيرها، ففعلا المجال صار مفتوح، يعني الواحد يقدر يشغل وقته. نعم في أي شيء بالعكس. نعم. حتى التطوع اليوم هي بالعكس ما شاء الله الدولة ما شاء الله، وأنتم طبعا كإعلاميين ما شاء الله تتابعون وترصدون اليوم هاي الأنشطة بشكل يومي وكل ساعة وكل وقت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أستاذ خبرنا أكثر عن جلسات العصب الذهني، كيف تصير؟ كيف تقومون فيها؟ والله اليوم سبحان الله اليوم أصبحت يعني الدولة اليوم حتى لو تلاحظ اليوم مجلس وزراء عندنا في دولة الإمارات عندهم أيضا عصف ذهني، ما تكون في المكان الرسمي، يمكن من خلال شاهدنا في أماكن إيجابية. نعم نعم الإيجابي. واليوم سبحان الله نحن نمشي على خطاهم، يعني بالعكس اليوم الشباب ما شاء الله يتعلمون، شباب دولة الإمارات وأبناء دولة الإمارات ومقيمين دولة الإمارات ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن نمسك الخشب عليهم، أصبحوا متميزين في كافة المجالات يعني فعلا. فالحمد لله رب العالمين. أستاذ خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس في جمعية الإمارات والمدير العام، شكرا لك ونورتنا واستمتعنا وياك. الله يسلمك، الشكر موصول لكم، ما قصرتوا دائما، يعني ألاحظكم ما شاء الله نشاطكم ما شاء الله يعني
مثل ما نقول مكفي وموفي يعني ما شاء الله، باستضافتكم للمسؤولين، من استضافتكم لما شاء الله الأطباء والدكاترة والمهندسين، فهذا إن شيء فإنما يدل على أنكم حرصكم على على هذه الأشياء. هذا واجبنا، كل التوفيق لكم في هذه المبادرة. شكراً يا رب. شكرا شكرا هذا شكرا. مروة أتمنى لك سنة سعيدة وكل عام وانت بخير. شكرا. وسنة تكون إن شاء الله كلها سعادة وتحققين فيها كل أحلامك. بس ما قلتي شو حلمك غير أنك أنت تصغرين، هذا شيء مستحيل. عقب بعدني ما فكرت، يعني أنا أصلا ناسية موضوع عيد ميلادي. أوكي، كل عام وانت بخير وأتمنى لك سنة سعيدة إن شاء الله. شكرا لك. وشكرا لك. شكرا. وشكرا لكم مشاهدين الكرام، تصبحون على خير وسعادة ونشوفكم على خير إن شاء الله. ترينا باكر مشاهدينا في نفس الموعد في أمان الله.